السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وأفضل حال، وربنا يفرح قلوبكم ويبارك لكم في أولادكم، وعمركم ما تنحرم منهم أبدا يا رب، ولا عمر في يوم من الأيام حد اتصل عليكم كده في التليفون يقول لكم خبر يوجع قلوبكم ويفجعكم كده مرة واحدة زي ما حصل لأبو دميانة وأم دميانة. طبعا مش عايزة أصدلكم الطاقة السلبية يا جماعة، بس أنا حبيت أتكلم عن دميانة لأنها بصراحة قصتها مؤثرة جدا، واللي حصل لها وجع قلوب أهل دسوق كلها. ومن هنا طبعا بعزي كل إخواتنا المسيحيين وخصوصا أهل دسوق على اللي حصل لدميانة، لأن دميانة ديت من إخواتنا النصارى. دميانة باختصار يا جماعة طالبة أمورة كده ما شاء الله، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها يا رب، وصبر قلوب أحبابها وخصوصا أمها وأبوها على فراقها. طالبة في تالتة إعدادي عندها 15 سنة، طالعة تروح الدروس، سبحان الله العظيم ماشية في شارع السينما. شارع السينما ده في دسوق، دسوق دي يا جماعة اللي معرفهاش هي فين، مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ. فالمهم البنت طالعة من الدرس في أمان الله، وحاطة دراعها في دراع صاحبتها المسلمة، سبحان الله العظيم ربنا يديم علينا النعمة دي دايما. المسلمين والنصارى بيحبوا بعض جدا ومعاملتهم كويسة مع بعض، أنا بشوف كده على طول والله يا جماعة. فالبنت ماشية مع صاحبتها المسلمة في أمان الله، ما فيش أي مشكلة خالص. فجأة كده ينزل عليها حجر من الدور ال13 على دماغها ويكسر الجمجمة ويعمل لها نزيف في المخ ويعمل لها نزيف في المناخير ويكسر رقبتها. البت انت كنت تشوف منظر الشارع. طبعا شيماء بنتي جابت لي الواتس وجات كده وقالت لي شوفي يا ماما، بحتي عيالي صحابي باحتين لي ايه على الواتس، بيقولوا الطالبة ديت ماتت دلوقتي في شارع السينما، ومنظر الدم يعني بحر دم يا جماعة، وبيقولوا ان هي ماتت. قلت لها طبيعي ماتت يا بنتي، منظر الحجر لما نزل اتفشفش حتت كده، الفيديو متصور، انا حتى كنت منزلها لكم فيديو شورت الصغير كده على القناة، برجعوا له شوفوه كده لانه اصلا مش معروض بصفة كبيرة قوي، لانه يعني ايه يعني محظور على الفئة العمرية اللي اقل من 18 سنة، لان المنظر يوجع القلب بصراحة يعني، الله يصبر اهلها يا رب. الحجرة نزلت من الدور ال13. فلما شيماء جت وريت الحاجات دي وقالت لي يا ماما شوفوا، قعدت اتكلم معاها كده، قعدت حاسبا والله ربنا في اللي كان بيشطب، قلت اكيد كان حد بيشطب الشقة بتاعته وكان بيهد حاجة والحجر دي نازل على دماغ البت موتها في لحظتها. فقعدت اقول حسبي الله ونعم الوكيل. فاتضح بعد كده اصلا ان البرج ما فيش اصلا حد بيشطب، البرج مسكون من سنين، وفعلا عارفه البرج ده وبروح وجه قدامه كل يوم، لان شارع السينما ده اصلا من اكبر شوارع دسوق بعد شارع سعاده على طول، وتحته صيدليه كلنا متعاملين معاها، ربنا يجازي صاحب الصيدليه دي خير، لان هو اللي طلع اسعى في البت التانيه ما حصلهاش حاجه. حتى ما تشوف الفيديو هتشوف البت ما شاء الله ما فيش ما حصلهاش اي حاجه خالص، بس حصل لها هستيريا، حصل لها انهيار عصبي، خدوها هدوها لان صاحبتها قدامها دماغها انفتحت وبتنزف قدامها وماتت في لحظتها. فالمهم استدعوا طبعا صاحب البرج. صاحب البرج يا جماعه كان واخد حته الارضيه ديت وعامل البرج يعني بيتاجر في العقارات يعني، وساب الدسوق وعايش في اسكندريه، ولبسوه التهمه وقالوا انت السبب. انا عن نفسي شايفه صاحب البرج ماليش اي ذنب، اللي يشيل الليله ديت اللي كان مشطب الدور ال13 وعامل الجبس، لان اللي واقع البنت مش طوبه، ده جبس معمول في البلكونه يعني مش ملزوق كويس، يعني اللي عامله حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منه يا رب، وينتقم من اي عامل او اي انسان على وجه الارض يعمل عمل مش باتقان مش بحكمه، يعني كل واحد يعمل عمله يحس ان هو بيعمله لنفسه، لو كان بيعمل عمله بضمير ما كانش حصل اللي حصل للبنت دي. طبعا هي اعمار واقدار، بس الاهمال برضو وحش، يعني احنا بنعمله اللي علينا وخلاص. يعني انا دايما اما ابني ولا بنتي يجوا طالعين الدرس اقول لهم سموا، ولازم تقول الدعاء بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله 3 مرات، وخلوهم يسمعوني لاني بخاف ان هم يمشوا ويسهوا ما يقولوش، كل مرة كده والله لازم أقول لهم الكلام ده وأسمع بوداني الدعاء، بعمل اللي عليا عشان لو قدر الله يا رب ما يكتبها عليا ولا عليكم ولا على أي حد خالص، حتى الكافر والله ما أتمنى له كده. شفتوا الكافر والله دايما بيقول يا رب ما حد يوجع
يا رب ما توجع قلب اي حد على ضناه، حتى لو كافر يا رب، والله بقولها كده، لو كافر ما توجعش قلبه على ضناه. فاحنا بنعمله اللي علينا عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه ما نحسش بالذنب، بنقول احنا ما حصلناهمش، احنا ما قلنا لهمش، احنا ما عملناش، كل واحد وليه ميته. ودي من علامات الساعه يا جماعه، ان البت تبقى ماشيه في كتفها في كتف صاحبتها التانية اللي هي من ديانة تانية، سبحان الله العظيم، وتنزل عليها الحجر وكتفهم في كتف بعض، تنزل على دماغها هي والتانية ما حصلهاش حاجة. ايه اللي بيحصل ده بجد والله، سبحان الله العظيم. فالمهم لما استدعوا صاحب البرج قالوا له انت السبب، اهمال منك، اهمال منهم ايه بس يا ناس يا محترمة. طبعا الشرطة استدعته وقالت له الكلام ده. انا شايفه اللي عليه الذنب اللي عمل الجبس يستدعوه ويجيبوه ودخلوه السجن عشان يبقى عبره وعظه لغيره، لاي حد يعمل عمل يعمله بتقان وحكمه. فبعزي اهل دميانه وبعزي تاني مره شعب تسوق، وربنا يبارك لنا في اولادنا ويحفظهم، وعمرنا ما ننحرم منهم ابدا يا رب. دايما اما عيالكم وطالعين رايحين اي مكان لازم تحصنوهم وتخلوهم يقول الدعاء اللي انتوا عارفينه كلكم ده كده ان شاء الله. انا عن نفسي والله يا جماعه اما ابني ولا بنتي بيجوا طالعين رايحين اي مشوار دروس او اي مشوار ويرجعوا لي بحمد ربنا، وطول ما هم بره ببقى قاعده قلقانه من اللي بيحصل حواليا، اقول يا رب هاتهم لي بالسلامه، ولما بيرجعوا تاني اقول الحمد لله والشكر لانك رجعتهم لي بالسلامه وشفتهم تاني كويسين وبصحتهم وبعافيتهم. فربنا يحفظنا ويسلمنا من الاخبار الوحشه اللي توجع القلوب ويصبر أهل الابتلاء جميعا يا رب. كل إنسان وعنده ابتلاء في حياته مختلف، بس أكتر ابتلاء بيوجع ويكسر الإنسان إن ضناك يغدرك ويمشي ويسيبك، ويبقى طالع من البيت ماشي على رجليه وكويس، وحد يتصل عليك ويقول لك تعالى استلم جثته. يا الله يا رب لطفك بعبادك يا رب، يا رب رحمتك بعبادك يا رب، اللهم الاعتراض على حكمك يا رب. بس يا جماعة أنا حبيت بس أحكي لكم قصة دميانة واللي حصل لها. وطبعا كنت عاملة فطير مشلتت ما نزلتكوش الطريقة، أنزل لكم المرة الجاية إن شاء الله طريقة أحسن من كده كمان، يعني الفيديو ده مش هنزله لكم، أنزل لكم طريقة تانية مختلفة خالص عندي كمان، بعمل فطير منتفخ بسهولة خالص زي ما انتوا شفتوه كده، بس إيه يعني بعمله بحركة بسيطة كده بيخليه منفوخ أكتر من الفيديو الأولاني. طبعا الفيديو ده اللي هينزل لكم بقى طريقة الفطير المشلتت اللي يطلع معاك 10/10. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، واذا كان الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليه باللايك، والناس الجديدة اللي اول مرة تنورني وتدخل على قناتي، لو قناتي عجبتكم يا حبايبي اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على الكل. وطبعا بشكر اي حد بيسمع الفيديو للاخر او بيسمع لي الاعلانات او بيرفع لي منتدى، ربنا يكون بخاطركم ويفرح ايامكم ويبارك لكم في عيالكم يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله وامني، والسلام.